حضراتكم. انا دكتور هاني محمود السيد استشاري القلب والموجات فوق الصوتيه مركز دكتور مجدي يعقوب في اسوان. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حابه اعرف راي حضرتك في كارديو ايجيبت السنه دي. كارديو ايجيبت زي كل سنه اكبر مؤتمر في الزون كلها الميدل ايست كله، ودايما بيبقى غني جدا بمشاركه الجمعيات العالميه سواء الاوروبيه او الامريكيه، فدايما بيبقى حاجه فرصه كويسه جدا لكل دكاتره القلب انها تجتمع ويطلعوا على كل جديد. والسنه دي بالذات النشاطات كثيره جدا والمشاركات من الجمعيات الدوليه متميزه جدا ومن الشباب المصريين برضو كويسه قوي، فانا شايفه مؤتمر كالعاده متميز جدا الحمد لله.